مشاهدين أشواق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل مرة أخرى في حالة إنسانية جديدة بحي المستشفى مدينة آسفي مع للا حسنة الوليد ديال سيدي محمد. محمد طفل عمر ديالو 14 سنة كيعاني من مرض القلب، ثقب في القلب وضيق يعني في التنفس وفي العروق ديال القلب. كيناشد القلوب الرحيمة وبغى منكم واحد المساعدة. كنوجه رسالتنا للمحسنين، نخلي ولا حسنة هي تحكي، هي أولى الناس أنها تحكي ظروف الولد ديالها. السلام عليكم، أنا حسنة أم محمد رميلي. المهم محمد رميلي كيعاني من المرض ديالو شي 14 عام، ملي كتعدو 4 شهور. المهم خرجوا لي دابا العمليه ب 13 مليون. انا ما عنديش با، ما خدامش، كان خدام في شركه بيزيكيلي وراه دار تفيت، ودابا عامين باش مريح، وانا ما عنديش باش ندير ليه هاد العمليه، وخاصو يديرها لحقاش دابا ولا كيغيب وهذا، وحرام يضيع هاد الوليد. وانا 14 عام وانا كندق في البيبان، ما خليت فيه، مشيت لكازا، مشيت لمراكش، ما لقيت حتى شي، فقدت الامل، ما نكذبش عليك. كيقرا في الثامنه وكيقرا مزيان، كي في الرسم، وهو كيقول لي الاستاذ ديالو راه تبارك الله فنان هذا الوليد، ولكن ما عندوش الزهر. المهم هما الورق ديال العمليه، هذه الورقه ديال التشخيص ديال المرض ديالو، هذه دار السلام في الدار البيضاء، باش هادو هو اللي غيدير لي العمليه ان شاء الله. وهذه شهاده بلا ما عنديش، بلا عدم ملكيه، بلا ما عندي لا ملكيه لا والو. انا كنخدم غير في القهوه وكاريا، قال لي شويه غالي، ويلا داكشي اللي كنجيبو يلا كنعيش بيه وتنخلص بيه الكره، ما عنديش باش ندير لي هاد العمليه هادي. عندي ثلاثه الوليدات، عندي جوج بنيات وهاد الوليد. ومهم هاد الوليد عز عليا بزاف، حاله خاصه، انت كعارف وليد واحد وهادشي اللي كاين. انا هي سميتي محمد الرميلي، والعمر ديالي 14 عام. وانا بغا انا بغيت نبرا ولا كره بحال الدراري. و كنت الله والله انني نتشافى ولعب كارت. مشاهدينا الكرام، كيف كتشوفوا، كيف عاينتوا براسكم معنا الحالة ديالت محمد؟ يعني في واحد عفة النفس جميلة جدا، قليل تلقاها في الوليدة صراحة. أنا والله هو كيدهو، حنا مأطرين، حنا كطاقم صحفي يعني نفسيتنا تهزات بزاف صراحة. من حي المستشفى مدينة آسفي، محمد ولالا حسنة كيناشدوكم، كنطلبوا منكم انكم يعني تقوموا معاهم بالواجب كيف ما قمتوا بالواجب مع حالات اخرين داز. الحمد لله المغرب ديالنا فيه قلوب رحيمه، فيه محسنين، فيه اطباء، فيه بزاف الحوايج. كذلك حنا نبقاو مع هاد الناس نشوفوا هاد المسيره ديال هاد الوليد والمصير ديالو فين غيوصل. وجزاكم الله خيرا.